السلام عليكم ومرحبا بكم كلكم متابعي برنامج أسئلة كورونا في هذا العدد الجديد. اليوم 20 أبريل، اليوم تسالى الشهر الأول من حالة الطوارئ الصحية وبدأ شهر جديد. وصلنا للطريق الصحيح، وصلنا باللغة ديالو بطريقة الحوار ديالو، فهمنا منه بزاف ديال الحوايج وكنطبقوا منه بزاف ديال الحوايج، ولا في قلوبنا وفي بيوتنا. الناس خصها تدخل لدارها وما نبقاوش نشوفوا الزحام، ما تمشيوش وتختلطوا فين ما شفتوا شي حاجه، بعدوا من الزحام. الانفعال ديالو يعني كتحس بانه خايف على الشعب المغربي، خايف علينا وباغينا، ما باغيش لينا الشر، يعني باغينا الخير، وكان كيدير اكثر من المجهود ديالو، وكنا كنشوفوا كل شيء، كنشكروا وكنحسوا به، انما كما كيقولوا الهضره ما كتكون خارجه بالقلب كتوصل. ديري الكمامه وريني كيفاش يديروا الكمامه، يلا الجهه البيضاء تنديروها لداخل مزيان. شتي وجاتك مع الجلابه ديالك وجاتك مع الدره ديالك، جيتي هكا تبارك الله عليك. الى ان تحدثوا على كيفيه تعامل الاعلام المغربي مع كورونا، اعتقد المغاربه كلهم يذهب ذهنهم الى المرحوم صلاح الدين الغمري الذي جسد فعلا يعني هذاك البرنامج الشعبي جماهيري باللغة المغاربة، وكان الضيف الحقيقي في البرنامج كان هو المغاربة بالواتساب قلتي، فكنت وكنت أنا أشتغل معه مباشرة، لأنه كان أمامي نشتغل في هذا البرنامج ونصيق مباشرة مع المدير العام، فنشتغل طيلة البرنامج، نتوصل بعشرين ثلاثين أربعين خمسين ألف واتساب في اليوم من المغرب، من كل المغاربة من كل جهات، فكان الى درجه انه انصهر مع البرنامج. ما نخرجوش الى ما كناش دايرين الكمامه، وملي نوقفوا احترموا المسافه الله يخليكم، خليو متر ولا متر ونص بيناتكم، كل شيء غادي يقضي الغرض. كل مون تيلي فوا سولمون لا تيلي، موا جو فيفغ افيك لوي جو فوا كيس كيس باس ابري لا تيلي. Et ce que j'ai remarqué pour lui, c'est vraiment touchant. Il est fatigué. Et chaque fois, il dit ce qu'il veut, ce que tout ça, enfin, il doit régler. Il attend ce que peut-être il va trouver la solution, par exemple le vaccin ou quelque chose. Salah Eddine, Eddawah Eddrissala. خاصة لأن خص الإنسان يفهم واحد القضية، في واحد الظرفية خاصة، ظرفية الحجر الصحي، في ديك الظرفية ديال الحجر الصحي، الناس كلهم كانوا يستأنسون بصلاح الدين. ويعني بقى لي الله نهضر معاه وأنا واقف نهضر معاه في التلفزيون، وكان التلفزيون كيهضر نقول له صلاح الدين عن بلاتي، لأن كان هو الأنيس الوحيد. رزقك الصبر. اللهم آمين يا الصبر. اللهم والحمد لله. أهم حاجة يا خويا مميزة هي تلك الجنازة، دائما استحضري الجنازة واستحضري حب الناس واستحضري ديك الذكريات اللي في البرامج اللي كان كيقدم، واللي المواطنين كلهم الحمد لله كيذكروه بالخير. اللي كان تيتمنى كله الله راح أقوله بهاد حب الناس وبهاد الشيء، راني درت عليه اللي درت واللي داروا الناس، راكم شتي كثر وباقي الآن، يعني راه نهار الجمعه فاش كنمشي كنلقى الافواج اللي كتزيد ترحم من الصباح حتى العشيه، والناس كيجيو وكيجيو بالطوموبيلات ويجيو من البلاد يرحموا ويمشيو. كانت التربيه ديالو زوينه وسهله، وكان تيسمع واللي قلتي له كيديرو، وكان تيفهم وكان ذكي، هادي ما ديرهاش ما يديرهاش، قريه كان تيقرا هو صغير وتيسمع لي بزاف، ولا قلت له جلس ما ينوضش كان صغير، الا قلت له جلس ما يعاودش ينوض، وكان زعما كان زوين في تربيته. صلاح الله يرحمه، المعرفة ديالي بدات انا وياه في المدينة القديمة في مكناس منذ الصغر، هو ولد درب الفتيان مثل ما اصبح يعرف الجميع الان في المغرب، وانا ولد درب جانا، وكانت بيناتنا فقط يعني امطار معدودة. حنا بجوج
تولدنا وتربينا قدام واحد الهرم ديال المنحون كبير جدا سميتو الحاج حسين التولي رحمه الله عليه. فكنا كنشوفوه كان كيجري علينا في الحومه وحنا كنلعبوا الكره وحنا صغارين، ما كناش عارفين طبعا الهرم الذي نجاوره شكون هو، القيبه ديال ذاك الرجل العظيم رحمه الله عليه اللي مدفون، وهذه الصدفه سبحان الله العظيم انه مدفون في جامع لاله الزهراء اللي كاين في درب الفتيان اللي ولد وتربى فيه صلاح الله يرحمه. اسيدي الله يا الشمعة ستك ردي لي سؤالي، ردي لي سؤالي، وش بيك في الليالي تبكي ما دالك شايلة؟ قلنا يا الشمعة ستك ردي لي سؤالي، ردي لي سؤالي. كان يسكن في المدينة العتيقة في درب الفتيان ويعبر ساحة القديم، وساحة القديم تحمل أسرار وتحمل أشياء كثيرة، وكانت كيف كنقولوا حنايا تحرسه الأسوار الإسماعيلية، وكان كيدخل المدرسة مدرسة الإمام البخاري، وكيلتقي مع خيرة أبناء مدينة مكناس. من بعد انتقل لواحد الإعدادية سميتها الرياض، ومن بعد الرياض طلبت منه أنا شخصيا ديك الساعة تخرجت، طلبت منه باش يدخل يجي عندنا الثانويه ديالنا الاعداديه ديالنا علال بن عبد الله المدينه الجديده، وتما تفتقات شويه لا بغينا نقولوا التمييز ديالو والنبوغ ديالو، وبقى كيبين على القدرات ديالو خاصه الفكريه. وكنا كنديروا مجله مدرسيه وهو اللي كان مشرف عليها سميتها الامل، الى ان انتقل الى جامعه المولى اسماعيل. وفي تلك الفتره كان كيشتغل معنا في واحد المجله كانت معروفه عندنا مجله السفير، وكان السند السند القوي ديالها بالعضود ديالها. وفي تلك الفتره عطانا حنا واحد الراحه لانه هو كان كيتكلف بكل شيء، هو واحد الزمره ديال الشباب ديال مدينه مكناس. صلاح دار المسرح مع الفرقه في الجامعه وشارك في المهرجان الفيتيو كان في الدار البيضاء اعتقد 94 شي حاجه بحال هكا. صلاح كان مهووس بواحد الفرقه سميتها النادي الرياضي المكناسي اللي سميتها الكوضيم، وما ادراك ما الكوضيم، اللي دارت بها الايام وتلات ولات على ما هي عليه اليوم في الهوات. صلاح اذا كان من الحظ ديالو السعيد ومن حظنا حتى حنا معاه انه لقى الخال ديالو الحبيب المهدي، لقاه في مجال الصحافه منذ البدء، كان تيدير المجله ديال السفير المكناسي، وهذه المجله صوبت مجموعه ديال الاسماء اللي من بعد غادي تولي حاسمه ومعروفه وكبيره في الميدان الاعلامي المغربي. ولكن ديك الساعه لما كنا نعرف بانها كانت ان تيست ولا تجربه ولا ستاج عطانا الله كادو. اختاريت تشريت روسيا هكاك لان كانت حصلت على منحه للدراسه ومشيت لروسيا الدراسات العليا ديالي تروازيام سيكل تما في مجال ديال الصحافه والاتصال. بيان سور الفتره ديال روسيا هي تشكل جزء من حياتي. J'ai rencontré Salah Eddine quand elle fait les études, je pense que troisième année de la faculté de journalisme. Et il est très intéressant, toujours actif. Ce que j'ai adoré, par exemple, parce que je dessine, et lui, à cette époque, il adorait faire les photos. علاقتي بالمرحوم صلاح الدين الغماري تمتد الى التسعينيات من القرن الماضي، عندما درسنا سويا بكليه الصحافه جامعه فارونيجا الحكوميه بجمهوريه روسيا الفيدراليه. صلاح الدين الغماري عن طريقه حنايا كطلبه في كليه الصحافه، كنت انا وكان السي اديب قلزيم اللي هو مسؤول بقسم اللوجيستيك بالقناه الاولى، كانت الصحفيه هدى مساهل بالقناه الاولى، كان كذلك معنا رضا العافي وهو طبيب، كانوا معنا مجموعه من الاخوان، وكنا نجد في صلاح الدين الغماري ذلك الرجل البشوش صاحب النكته، كان يؤدي مقتطفات من ملحون ديال مكناس. عن طريق صلاح الدين الغماري حنايا عرفنا الهويه ديال العاصمه الاسماعيليه والناس ديالها والايقونات ديالها، كان دائما مغرم بالتاريخ ديال مكناس. ونقول لكم بان في الحي الجامعي صلاح الدين الغماري كان تيحسن لينا. صلاح الدين الغماري كنا في الطابق السادس من الحي الجامعي، كان صلاح الدين الغماري مره في 15 يوم 20 يوم كنا ناخذوا الصف
باش نجيو نحسنوا عنده في لاشومبغ ديالو. اهلا بكم في ابرز عناوين النشره. بالدار البيضاء المنسحبون والمقاطعون للمؤتمر السادس لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية يعقدون تجمعا وطنيا لتحديد المواقف. زميل فقيد صلاح الدين الغماري رحمه الله أتذكر جيدا يوم أتى إلى القناة الثانية منذ 20 سنة، وأتذكر أنه جاء بثقة في نفس كبيرة جدا، جاء مباشرة من روسيا حيث دار الصحافة وبيده مقال أو مقالات نشرت له في العالم، وكنت قلت له أنا ذاك ما دامت العالم اللي هي أكبر جريدة في المغرب وأكبر مدرسة إعلامية في المغرب نشرت لك، فإذا اعترفت بك من كلش دوزين ما تعترفش بك. درجنا في نفس المسار، كنا بدينا بكل ما هو يعني تقارير إخبارية، من بعد تحولنا انتقلنا للإنجاز روبورتاجات. تسمعوني؟ فهاد النهار هذا لان كانت كتشوف في الخلف كانوا مازال الناس ديال البومبية وديال الجيش وديال هذه مازال تيقوموا بعمليات ديال انتشال الجثث ديال الضحايا اللي تما، وحنا كنا في هذيك في المنطقه ديال امزورن، وكنا تما وجات واحد الهزه ارتداديه اللي في هذاك المكان بالضبط غادي توفى واحد السيد لان كان طاح عليه واحد الطرف ديال واحد البالكون كان قريب لهذيك البلاصه هذيك، وكانت زاد الاعداد ديال الضحايا اللي تما. طبعا ردت الفعل كانت عاديه، كنا في المباشر كان الزميل هشام الغرفاوي هو اللي كان تيقدم الاخبار هنايا. المسار ديال التقديم ديال نشرات الاخبار نبداو تقريبا في نفس في نفس في نفس الوقت. السلام عليكم. في أبرز عناوين نشرة الظهيرة لهذا اليوم: 38 حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا، والسلطات المحلية شرعت في عمليات تطهير وتعقيم وسائل النقل العمومية. كان الوالد ديالنا الله يرحمه كيعلمك أول حاجة تقرأ القرآن، كان كيحفظنا القرآن مخارج الحروف بحكم أنه كان عالم، وهذا مخارج الحروف يعني بزاف ديال الحوايج يعني، وهذا كيبان حتى فينا احنا، كنا يعني كنا احنا كنا متكلمين باللغة العربية. الله يجازيكم بخير الى ما بقاو في الديور ديالكم. اللي خصنا نفهموا اننا ضروري ما خصنا نتعايشوا، كلنا نتعايشوا مع هاد الازمة هادي. الفكرة ديال نخاطبوا الناس بالدارجة كان ديال صلاح، وبغض النظر على الدارجة فكنظن الأسلوب ديال صلاح هو اللي خلى أن البرنامج أنه وصل بزاف ديال الناس. كنظن بأنه البرنامج كلمسوا اليوم، وخا على الرغم من الوفاة ديال صلاح الله يرحمه، كنظن بأنه البرنامج مس بزاف ديال الناس، وكان برنامج يمكن جا في ظل الجائحة، ولكن كان برنامج اللي قريب من المواطن بزاف، اللي الناس شافوا فيه بزاف الحوايج اللي هما إيجابيين. اختارينا أننا نتكلموا باللغة المغربية. بالمغربية، لأن حيت المغربية هو ملي كتكلم كيف تتكلم في داركم، كيف تتكلم مع أصحابك في القهوة، كيف تتكلم ملي كتلاقى شي واحد وتيجي يسولك، واش ملي تيجي يسولك تتبدا تهضر معاه بشي طريقة أخرى تماما باش توصل له الرسالة، تتهضر معاه بواحد الطريقة مبسطة ولأن الظروف كانت تستدعي ذلك. المشغل ديالهم راه الشركة ديالو ولا المؤسسة ولا هادي راه هي ضروري ما خصها تخدم، ولكن واش تيشكلوا علينا خطر؟ الوقاية راه ماشي فقط أنني فقط نوفر لك الوسائل، ولكن إلا واحد فينا حس براسو ماشي هو هذاك يحبس. مرحوم صلاح الدين الغماري كان واحد يعني شخص متميز، عنده من الخصال الإنسانية يعني ما يميزه عن كل ربما الإعلاميين اللي سبق لي وتعاملت معهم. فكان أسعد نهار عندي هو النهار اللي كنجي للقناة الثانية باش نعد معاه هذوك الحلقات في وقت الدروة، وكنذكروا بأنه كان واحد الجو حماسي، واحد الجو عاطفي، واحد الجو وطني، لأننا كنا واعين آنذاك بالأهمية ديال هذه المعلومة والتبسيط ديالها بالنسبة للمصائر ديال العديد والعديد من الأسر المغربية. خصنا مزيد من التقييد ونصبروا شوية، الله يجازيكم بخير إلا بغينا ندوزوا هذا الشيء هذا كامل. كل ما قام به في أسئلة كورونا كان نابعا من القلب، وكان كيديروا بلو برومي دوغري
كان كيديروا من قلبه بداك القلب المكناسي الحار حتى انه كان كيغوات وكيهضر كان كاش كيمثل كان كيدير داك الشيء بالصح. واعتقد انه الرحمه والصبر والعزاء للاسره ديالو وترك صدم طيبا وترك صدم لن يمحى ابدا في الذاكره المغربيه الجماعيه. صلاح الدين ما عمرو غادي تنسى وما نويتش هاد الموتة تكون هكا بالخطفة، عمرني ما نويتها بالخطفة. هاد الموتة ديالو جاتني صعيبة بزاف، ودابا اللي مرسخ لي في العقل ديالي هي ديك الشوفة اللي شفتو، يعني ما عمرها غادي تحيد لي حتى نخلط عليه، يعني هي عاد باش يحطوني في القبر عاد ديك الساعة عاد نبرد. ما بقى لأن كنت نوي هو اللي غادي يدفني، هو اللي غادي يوقف معايا، ماشي أنا اللي غادي ندفن، حتى جاية معاه في الأمبيلونس. Pour moi et pour son fils aussi, c'est comme un, je ne sais pas, on peut dire c'est comme les moitiés de moi, ça y est, les parties, c'est toute ma vie, c'est comment vivre sans lui maintenant, je ne sais pas, c'est un. C'est comme la moitié de moi, c'est un homme qui est plus proche, c'est ma famille, c'est. صلاح عندي عليه عتاب، العتاب هو أنه رحل عنا هاد الشكل الفجائي اللي كان صعيب أننا نتقبلوه سيرتو أنا. كنا غادي نمشي وكنا غادي نموتو، هذا قدر الله، غير هي موت الغفله ما تيخليلكش فرصه انك توادع مع الشخص، ما تيخليلكش فرصه انك تعبر معاه، يعني تعبر ليه او تهضر معاه، يعني تو سامبلومون نقول له كنبغيك وصافي.